بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لن يبقى غير الفساد لو ساد أهل الإلحاد. لن يبقى غير الفساد لو ساد أهل الإلحاد. لا عقيدة ولا أخلاق تبقى في كل البلاد، تبقى في كل البلاد. ما ظنك يا من لا تعرف الإلحاد؟ لن يبقى غير الفساد لو ساد أهل الإلحاد. لا عقيدة ولا أخلاق تبقى في كل البلاد، تبقى في كل البلاد. مهدي 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 مهدي. حصن نفسك يا إنسان، يا من تؤمن بالأديان. إياك أن تصبح ملحد تترك آيات الرحمن. فالإلحاد ليس إلا فقر فساد حرمان، يعني زينا بالمحارم، يعني عهر وآثام، يعني عهر وآثام. حصن نفسك يا إنسان، يا من تؤمن بالأديان. إياك أن تصبح ملحد تترك آيات الرحمن. فالإلحاد ليس إلا فقر فساد حرمان، يعني زينا بالمحارم، يعني عهر وآثام. فالإلحاد ليس إلا فقر فساد حرمان، يعني زينا بالمحارم، يعني عهر وآثام، يعني عهر وآثام. مهدي 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 مولاي مولاي مولاي. الإلحاد أصبح فاشل نظرية وتطبيق، نهجه نهج التطرف يترك جرحا عميق. إجرامه لا يطاق أيها الغافل أفيق. راجع حكم المد الأحمر كي لا تضيع الطريق، كي لا تضيع الطريق. الإلحاد أصبح فاشل نظرية وتطبيق، نهجه نهج التطرف يترك جرحا عميق. إجرامه لا يطاق أيها الغافل أفيق. راجع حكم المد الأحمر كي لا تضيع الطريق، كي لا تضيع الطريق. مهدي 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 مهدي. راجع تاريخ الإسلام لتعرف أهل السلام. لا تحكم على الأشخاص بل اعرف أرقى نظام. الإسلام دين رحمة،
دين علم وانتظام دولة الهادي محمد حكم عدل للأنام حكم عدل للأنام راجع تاريخ الإسلام لتعرف أهل السلام لا تحكم على الأشخاص بل أعرف أرقى نظام الإسلام دين رحمة دين علم وانتظام دولة الهادي محمد حكم عدل للأنام الإسلام دين رحمة دين علم وانتظام دولة الهادي محمد حكم عدل للأنام حكم عدل للأنام لن يبقى غير الفساد لو ساد أهل الإلحاد لا عقيدة ولا أخلاق تبقى في كل البلاد تبقى في كل البلاد مهدي 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 صيح مهدي مهدي اقرأ معي بإنصاف دولة يوسف الصديق وأيام سليمان فالحق فيها عميق ودولة الواس حيدر دولة الحق الحقيق هذا نظام الإسلام أين دعاة التفسير أين دعاة التفسير اقرأ معي بإنصاف دولة يوسف الصديق وأيام سليمان فالحق فيها عميق ودولة الواس حيدر دولة الحق الحقيق هذا نظام الإسلام أين دعاة التفسير هذا نظام الإسلام أين دعاة إليك هذا نظام الإسلام أين دعاة إي لن يبقى غير الفساد لو ساد أهل الإلحاد لا عقيدة ولا أخلاق تبقى في كل البلاد تبقى في كل البلاد مهدي 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 راجع كتب التاريخ لتعريف الملحدين بقبضات من حديد أباد المستضعفين قبح بشاعة جريمة قهر حرمان أنين قتل 70 مليون إلحادهم اللعين حروبهم عالمية قد أندالها الجبين قد أندالها الجبين راجع كتب التاريخ لتعريف الملحدين بقبضة من حديد أباد المستضعفين قبح بشاعة جريمة قهر حرمان أنين قتل 70 مليون إلحادهم اللعين حروبهم عالمية قد أندالها الجبين مهدي مهدي الزمان مهدي مهدي لا تحكمهم أي قيم لا تحكمهم أي قيم فكل شيء مباح قد يقول بعض الملحدين نحن ملحدون لكن ليس كل شيء عندنا مباح
هذا السبب يرجع ليس لأنه ملحد وليس لأنه من صميم أخلاقه من صميم تربيته الإلحادية لو صح التعبير، هذا راجع إلى أساس ديني وعرفي أخلاقي على ما تربى عليه. أكيد قد كان في وسط عائلة وحصل على تلك الأخلاق، وإلا فالإلحاد ليس له دين وليس له أخلاق، إباحة في إباحة. ومن هنا نخاطب من غرر بهم، نقول لهم: بماذا يعدكم الإلحاد؟ فناء في فناء، أما محمد صلى الله عليه وآله فإنه يعدكم بالبقاء ورضوان من الله أكبر. مهدي 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 مهدي. آه لا تحكمهم أي قيم، فكل شيء مباح، عجبا كيف يعارض بعض أحكام النكاح. احذر احذر لا تتغرر، ليس هذا الانفتاح. ماذا تجد في الإلحاد غير معاني السفاح؟ راجع عقلك وتبصر واطرق أبواب الصلاح. لا تحكمهم أي قيم، فكل شيء مباح، عجبا كيف يعارض بعض أحكام النكاح. احذر احذر لا تغرر، ليس هذا الانفتاح. ماذا تجد في الإلحاد غير معاني السفاح؟ راجع عقلك وتبصر واطرق أبواب الصلاة، واطرق أبواب الصلاة. مهدي مهدي